طيب خلينا ننتقل برضو لنقطة أخرى. يعني زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة، يعني إحنا بنتكلم في أكون أو لا أكون النجمة العشرة، فأكيد لا بديل عن الفوز النهاردة مهما كانت أو كلفتنا الأمور. الأهلي بنتكلم برضو بنأكد إن شاء الله هو مستعد بقوة، باتسو موسيماني كمان المدير الفني للفريق يعني كان أكد الكلام ده وقال مفيش بديل عن الفوز، حصد نقاط المباراة التلاتة عشان نكمل بقى مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي بيحمل لقبه. موسيماني كمان أضاف المؤتمر الصحفي بالأمس إن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز، وإن الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية في القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم اللي أحياناً بتأتي بنتائج عكس سير المباريات. الحقيقة في صعوبات كتير قوي في رحلة الكونغو بتواجه النادي الأهلي، أكيد من بينها درجات الحرارة العالية، الرطوبة المرتفعة، لكن برضو الظروف الصعبة دي كلها يعني زي ما قال كابتن موسيماني نفسه لن تزيدنا إلا حماسا وإصرارا على الفوز. موسيماني استشهد باللي حصل في الموسم اللي فات للتأكيد على قدرة النادي الأهلي على التأهل للدور التالي. وقتها لو حضراتكم تفتكروا الأهلي تأهل لربع نهائي البطولة في آخر جولة لدور المجموعات بعد ما تعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن تم تتويجه في نهاية الأمر بلقب البطولة في النهاية. لاحظ كمان يا كريم حاجة، يعني هنرجع نأكد تاني أو نقول تاني لأن ده واقع، يعني إحنا عندنا هنا أو الأهلي بيواجه غيابات كتيرة جدا، لكن هو بيشتغل سريع، ودايما إحنا بنتكلم إن إحنا بنشتغل على تجهيز 11 لاعب للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون. وأكيد موسيماني كمان هو أكد إن هو مش هيدفع بأي لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة في المباريات، وأعتقد دي برضو نقطة في غاية الاحترام. وحنأكد مرة تانية ونقول يعني فريقنا مستعد بشكل جيد لمباراة النهاردة بإذن الله. الجهاز الفني كمان بيشتغل على أدق التفاصيل من أجل تحقيق هنا هدفه والفوز على الفريق الكونغولي. أنا بس عايز أقول حاجة ولا بلاش التوقعات دلوقتي، اصل انا عندي توقعات كنت عايز اقولها في البدايه. طب هقول لك على حاجه حلوه، انا في اخر مباراتين حصلوا انا قلت لك توقعاتي وطلعت صح والدنيا ظبطت. خليني اقول التوقعات مع حضراتكم بس مع الفقره بتاعت السوشيال ميديا لما الناس تبعت لنا، ايه رايك؟ ماشي. انا حاسه بحاجه وحسيتها دلوقتي اكتر وانا بقرا الخبر ده. بس يا مسهل الحال، يا مسهل الحال طبعا يعني.